نعتبر الدالة f دو x ربع x مربع ناقص 5x على 2x مربع ناقص 5x زائد 2. المطلوب تحويلها إلى f دو x a زائد b زوج x ناقص 1 زائد c x ناقص 2. كيف؟ إذن نحول المعادلة 2 تنتقل تتحول كما يلي بعد النشر. إذن f دي x تساوي a 2 x مربع ناقص زائد 2 زائد b x ناقص 2 زائد c 2 x ناقص 1، أي f دي x تساوي 2 a x مربع ناقص 5 a x زائد 2 a زائد b x زائد 2 b زائد 2 c x ناقص c، أي هنا ما نساوش بلي المقام يقعد دايما 2 x مربع ناقص 2 x زائد 2، ولنا كذلك 2 x مربع ناقص 5 x زائد 2 ما يتغيرش. لهنا إذن نجملوها تولي لنا 2 a x مربع زائد x نديرها عامل مشترك تولي لنا b ناقص 5 a زائد 2 c، الباقي زائد 2 a ناقص 2 b ناقص c على 2 x مربع ناقص 2 زائد 2. خلاص واش نلاحظوا بعد هذه المعادلة هذه نطبقها مع المعادلة الأولى. المعادلة الأولى نديرو هذه تساوي 4 اكس مربع 5 اكس على 2 اكس مربع ناقص 5 اكس زائد 2، تولينا 2 a تساوي 4 معناه a تساوي 2. تبقى لنا هذه b ناقص 5 a زائد 2 c هي تساوي ناقص 5 ناقص 5. بعد تعويض a تولينا b ناقص 10 زائد 2 c تساوي 5، أي b زائد 2 c تساوي 5. هذه قيمة تاعها زوج a ناقص 2 b ناقص c تساوي 0. بعد تعويض ال a تولي 4 ناقص 2 b ناقص c تساوي 0، أي دو زوج ب ناقص س تساوي ناقص 4، أي
زوج بي زائد سي تساوي 4. نجمعوا هذه المعادلة وهذه المعادلة، ها تولينا بي من سي تساوي 5، زوج بي زائد سي تساوي 4. إذا ضربنا المعادلة هذه الثانية ب ناقص 2 سي ناقص 2 غير دونك ب زائد 2 سي تساوي 5 ناقص 4 ب ناقص 2 سي ناقص 8 تولينا 3 ب تساوي ناقص 3، أي ب تساوي 1. نوليو لهذ المعادلة ب من سي تساوي 5، بعد التعويض ب تولينا 1 زائد 2 سي تساوي 5، معناه زوج سي تساوي 5 ناقص 1 يعني 4، معناه سي تساوي 2. الور عندنا هنا ذاك وعندنا البي تساوي 1. إذن الدالة المطرحة سابقا تمدلنا اف دو اكس بعد التعويض 2 زائد 1 على 2 اكس ناقص 1 زائد 2 على اكس ناقص 2 مع التعويض.